السلام عليكم. ان شاء الله المقابله ديال غدا ان شاء الله اول حاجه بعدا هو انتصار، اول حاجه واخر حاجه، وان شاء الله غيدخلوا للعبه عازمين باش يرجعوا ديك النتيجه. واخا جوج زيرو راه ماشي صعيبه، ولو نلعبوا بجوج نربحوا جوج زيرو ونبقاو بيلانتيات ماشي مشكل. وان شاء الله مع داك الجمهور اللي غادي والحماس والراجل، ما عمرنا ما كنا كاع جميع النتائج كنجيبهم من خارج الميدان، ويكون خير ان شاء الله. والنتيجه انا كنقول جوج زيرو غتسالي ضربات الجزاء، وننتصروا ان شاء الله ونتاهلوا للدور المقبل ان شاء الله، وديما رجاء. السلام عليكم. واخويا ان شاء الله نتمنوا انتصار من الرجاء ان شاء الله، واخا بجوج زيرو نتقادوا حنا وهذوك الناس. وحنا الرجاء راه معروفه وقت الترجيح راه تتكون، تنعرف اللعابه تيكونوا رجاله بحال هاد الماتشات، وان شاء الله الدراري غادي عازمين باش ينتصروا ان شاء الله. والانتصار حليف ان شاء الله للرجاء البيضاوي، رجاء العالمي. وهذا الشيء راه ديجا وقع كونتر الزمالك 2003 2005 بحال هكا، في ذاك التيران المنحوس، هذاك العا تيران المنحوس لعبنا فيه خسرنا بجوج زيرو، مشينا تيسر فيهم الله بثلاثة زيرو، وراه نفس الكأس. ويكون الخير ان شاء الله بحول الله، ديما رجاء. واش غدا ان شاء الله كيبان لي خصنا نربحوا الريمونتادا. المهم الراجل راه مولفانا بهذ الريمونتادا هذه، دارت لنا شحال من خطره، وزعما كنتمناو زعما كي نربحوا بثلاثه لزيرو ولا اربعه لواحد ان شاء الله. بخصوص الماتش ديال غدا، كما بان بحكم النتيجه ديال الالي، الوغ كيبان بانه ماتش شويه قاصح بحكم النتيجه ديال جوج زيرو هنا في الدار البيضاء، ولكن الرجاء هي ايكيب كبيره، معروف على ان ايكيب كبيره، يعني سواء في المغرب سواء برا المغرب عندها واحد الصيت وعندها واحد اش غنقول لك، عندها واحد القوه خارج التيران، وعندنا ثقه كبيره في اللعابه ديالنا انهم غادي يجيبوا الفوز من تونس ان شاء الله، حيت ماشي هي المره الاولى. الو كنا ديجا درنا هاد النتيجه ديالنا كونتر الزمالك. الو اللي بغيت نقول للعابه انهم يكونوا رجال ان شاء الله، بحكم الديبلاسمون اللي كانت للجماهير الرجاويه، الديبلاسمون اللي مشات لتونس، انهم يكونوا رجال وان شاء الله يجيبوا التاهل تماك من تونس باذن الله. نسالك ان نوجهوا اللعابه ان شاء الله، راه حنا عارفين هما ما غاديش يخوي بينو، ما غيفرطوش، غيكونوا رجال وعزيمه رجال ان شاء الله، وغادي يوقفوا معاهم ند ند. واخا الذهاب كان بصراحة العبارة كان خرج عنا المدرب كان دخل بواحد الخطة اللي ما كناش معولين عليها ودار اللي بغا، ولكن إن شاء الله دابا غدا إن شاء الله غادي يكون اللعابة عازمين باش يجيبوا إن شاء الله التأهل من قلب من سوسة، وإن شاء الله غيكون انتصار. نتمنى من الجمهور اللي مشى بكثرة يشجع مزيان، والحاجة اللي بغيت ونتمنى هما ذوك اللعابة راه نحكم ذاك النايت ميساج ملي تنعرف ذاك ولد حادة تنعير فيه، لحكي لهم ميساج راه كانوا رجالة في الماتشات لا ديال الحسنية لا ديال الجديدة، كانوا رجالة، ولكن هنا بغينا واحد يوليو فيه ثلاثة، واحد يوليو فيه ثلاثة، راه حنا بغينا نسدو شي فوم هنا في المغرب، بالأخص راكم نتوما عارفين اللعابة على من تندق، عرفتوني على من تندق، ونسدو فمو هذاك خينا اللي تيحلف فمو بزاف، بغينا نسدو ليه فمو، وكونوا معنا رجالة الله يرحم لكم الوالدين، حنا معاكم. فاش ما كيف ما جات احنا معاكم بقلوبنا بالدعاوي ديالنا بالصلاه ديالنا بكل شيء، احنا معاكم وعارفينكم رجال وغتحداوا ان شاء الله. الله يعاونكم وليداتي، الله يعاونكم، الله يعاونكم. والرساله للدراري اللعابه، المهم خصهم يديروا ديك الروح الرجاويه اللي كنعرفوا عليهم من قديم كيفرحونا، وسيرتو في خارج الدار البيضاء، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. عندنا تفاؤل كبير بحكم اللعابه ديالنا، وعندي انا بالنسبه ليا ان شاء الله بان غدا مربوحه باذن الله. شكرا.